مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان اهلا وسهلا بحضراتكم دايما منورني ومشرفيني في قناه قناه كنات الاهلي والنهارده بقى ملوك الصلاه الحمد لله دايما دولاب الاهلي عامل بالبطولات عامر دايما بالبطولات سواء في الكوره او في العاب الصلاه واحنا دايما ملوك الصلاه الف الف مبروك المرة المليون لفريق النادي الاهلي سيدات بفوزه بالبطولة التاسعة افريقيا وتربعوا على العرش الافريقي دائما الف مبروك ان شاء الله بعد قليل هينوروني ويشرفوني نجوم النادي الاهلي للكرة الطايرة سيدات لكن مش قادر اسكت يعني مش قادر اسكت هاخد بالظبط دقيقتين كده يعني اسف ان انا اطلع بره الموضوع والكاس طبعا منور الدنيا لكن هطلع بره الموضوع دقيقتين الفرحة العارمة النهارده اللي مارية الشوارع والناس اللي يعني أجمع عليها في الشوارع من صور عبد الله السعيد هو بيمضي او هو معاه نسخه من عقده اللي راح مضاها ما انا مش عارف ليه مش عارف ايه سبب الفرحه دي مش عارف يعني ايه لما لعيب يتعرض عليه 40 مليون جنيه يفكر ولا ما يفكرش هل النادي الاهلي ممكن يعرض على لعيبته هذا المبلغ اكيد لا لان النادي الاهلي عنده مبادئ وعنده التزامات وعنده الفرقه وعنده العموم مش هندور على افراد غير لما نشوف الحاله العامه للعيبه ايه واللعيبه كلها مضت على بياض علشان حبا في اسم النادي الاهلي لكن فرحة عارمة النهاردة عشان عبد الله متصور وعبد الله بيضحك. حطينا لعبد الله 40 مليون جنيه ومضينا عبد الله على استمارة وتصورنا وفرحنا وفي الآخر عبد الله راح نادي الأهلي. مين اللي يفرح؟ مين اللي يتبسط؟ مين اللي انتصرت مبادئه؟ مين اللي ضحى بالفلوس عشان يقول أنا مبادئي النادي الأهلي وأنا كيان النادي الأهلي وأنا نادي الاهلي, الأهلي أساساً؟ مين؟ هو مين المفروض يضحك ومين المفروض يفرح ومين المفروض انتوا ليه بتقلبوا الايه انتوا ليه عايزين تغيروا الدنيا ليه وكاتبين تحت حد منزل صوره وكاتب تحت مبادئ الآية طب مبادئ الاهلي انتصرت في الاخر هو احنا بنضحك على بعض ولا بنضحك على الناس ولا بنخبي خيبتنا ونحطها على شماعات تانية ما انا عايز افهم لان انا بصراحه الموضوع ده مجنني واحد راح مضى وخد فلوس وتصور واتبسط والناس انفجرت من مفاجات واستنوا الاغماءات واستنوا 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 في الاخر المهندس عادل القويعي والكابتن الكبير كابتن محمود الخطيب خدوا الراجل ومضى وراحوا مدوا العقد بتاعه في اتحاد الكوره وزي الفل وحطوا رجل على الرجل وبالاخر قال لك شكرا جدا يا عبد الله سعيد احنا عارضينك للبيع فهموني بقى فهموني مين اللي يضحك ومين اللي يفرح ومين اللي يقول ما فهموني لما انا اروح اخد من النادي فلوس واتصور واضحك وفي الاخر اروح امضي للنادي النادي لنادي الاهلي يبقى مين اللي يضحك ومين ينتصر ومين يعني مش عايز اطول عليكم علشان نرحب بنجوم الفريق النادي الاهلي الكره الطايره لكن الموضوع ده بصراحه كان ضايقني قوي وقاتلني قوي فقلت لازم اتكلم كلمتين اللي يضحك واللي انتصر واللي انتصر لما لمبادئه في الاخر هو النادي الاهلي رغم انف اي حد النادي الاهلي دايما فوق فوق الجميع والنادي الاهلي دايما مبادئه وقواعده واسسه هي اللي بتغلب اي حد في الاخر واللي بتفضل اي حد على المصلحه الشخصيه وانتوا شفتوا عبد الله السعيد فين دلوقتي وعبد الله السعيد مصيره ايه مهما كان نجم لكن اقول لك بقى اخترقنا وما اخترق... ما اخترقناش لو احنا في عصر الجواسيس يا جماعه